سوء الأدب من الدكتور التيجاني مع الله تعالى. يغضب عليهم إذا عصوه ربي، ما عندوش شكوك غفران كما المسيحيين. والله روى رواية على بني أمية، روى رواية على عثمان، لأنه عثمان ما نقول ولا فضيلة. قالوا قال رسول الله عندما جاء جيش العسرة، قالوا قال له الرسول أعمل ما شئت فقد غفر الله لك. سبحان الله، إذا ربنا هكي تشريها بالفلوس، قلت أنا في كتابي هذا مش رب عادل. شو بالصكوك وبالفلوس، واعمل بعد ايش تحب. انا لا، ولله ملك السماوات والارض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، وكان الله غفورا رحيما.